اللي ممكن يخلي واحد زهقان؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد زهقان؟ اللي انا لو خلصت كل حاجه ما هوش اي حاجه، مفيش اي حاجه بعملها، ده انا بفضل زهقان. مفيش اي حاجه في الدنيا، دماغي ساعتها ما بتكونش عندي افكار اعمل ايه، ومقفله دماغي خالص. طب ولما بيحصل كده بتعملي ايه بقى؟ بقعد اقول ماما انا زهقانه. نرجع بقى من ما هي الاول. بقى اللي بتزهق وتقولي بتزهق من زهقك؟ فبتزهقك؟ ولا بتقعد هي زهقانه لوحدها؟ تقعد تقول لي روحي العبي، روحي اعملي اي حاجه بس بعدي عني. ايوه، انا الماما دي، انا زي مامتك تاني. اغلب الامهات كده خلاص بنخلص افكارنا ومش عارفين نعمل ايه، بس انت بتزعلي منها ساعتها صح؟ بزعل. اقعد في الاوضه. انت تفتكري احكي. طيب قولي. اقعد في الاوضه انا على السرير افضل افكر، هي ليه ماما ما جابتليش افكار؟ ماما رايحه فين؟ في الاخر بنام، ما احسش بنفسي. ليه ماما ما بتديلكيش افكار؟ انت قلتي نقطه مهمه جدا يا رودين، هي مسؤوليه ماما انها تجيب لك الافكار؟ هو ده دورها؟ لا بجد انت مقتنعه بايه؟ مقتنعه ان هي يعني لو انا مثلا زهقانه مش لاقي حاجه اعملها، هي اللي تجيب لي الفكره. ليه أنا مش دي مسؤوليه يعني؟ ليه هي؟ ليه مش انت؟ ان انا ساعتها دماغي ما كنتش قادره افكر في حاجه، ارسم الاقي نفسي زهقانه مش عاوز ارسم، الون مش عاوز اعمل اي حاجه، زهقان مش عاوز. طب تعالي نفكر كده، انت معانا يا بدر؟ الكلام ده مخك انت، هي بتقولك هي دماغي ما بيبقاش فيها افكار. انت دماغ اي حد فيكم بيبقى فيه ايه جواها؟ مذاكره؟ لا صح، ما بحبش. ما فيش مذاكره اصلا؟ ده بدر دماغه مهويه، دماغك فيها رز بلبن؟ لا هي فيها مذاكره. فيها مذاكره صح. طيب يبقى في مذاكره جوه، وفي وقت للعب صح، وافكار لعب، وفي ايه تاني جوه دماغكم؟ في ايه مسؤوليات تانيه وراكم؟ في بس تقريبا اهو نذاكر ونلا. تعالي شوف بقى دماغ المامي، تفتكري يا لمار دماغ مامتك فيها ايه؟ تفتكر هي مثلا تمسك التليفون بتعمل الشغل؟ تمسك التليفون تعمل شغل، ولا بتمسك التليفون تلعب عليه، ولا لا بتهوز على الشغل؟ على الشغل. يبقى عندها دماغها فيها شغلها، في بيتها، توضيب البيت وتنظيفه صح، في طبيخ، بس تغديكوا ايه وتعشيكوا ايه وتفطركوا ايه. مسؤوليتها انها تروق البيت، احنا مسؤوليتنا اللي احنا نروق. انا بحب نروق البيت. نروق البيت يعني مش مسؤولية ماما انها تروق البيت؟ مش مسؤوليتها. مش مسؤوليتها هي يعني، هي اللي بتكركبه، هي اللي بتقعد تلعب وتبهدل الدنيا؟ لا